امنوا حتى الثانيه الاخيره، عكس نحن اللي نظن تساهلنا في الكره الاولى وين تقريبا نظن حسب رايي انه اللاعبين حسوا انه الامور انتهت ويعني وشكت على النهايه، وهذا هو يعني تخسر مباراه بخطأين نقدر نقول نوعا ما قاسيه، لانه اميريتي بيان سيت فيكتوار، يعني حقيقه كنا احسن من شباب قسنطينه. يعني الهدف اللي سجلناه ضد مرمانا اثر معنويا على اللاعبين، لكن الحمد لله نظن باللي واحد امن حتى الدقيقه التاليه، يعني في دقيقتين سجلنا هدفين ضد فريق محترم اللي خلق لنا صعوبات باش نخترقوا الدفاع تاعهم باسكو كانوا ملاح في البلان ديفونسيف. ما نشكر اللاعبين بزاف، نظن هذا فوز، فوز اللاعبين وفوز الانصار. ميريتي ايزو ماركي ان بوت كون ماركي كونت نوت كون جو بونس كون افي بلوس دوكازيون كو اون ميريتي دو غاني سماش et on a pas lâché, on a su faire la différence à la fin. بون الحمد لله، يعني فوز ثمين سورتو يعني شفنا عرس كروي في المدرجات وين يعني فرحنا الشعب هذا اللي جا بقوه، وان شاء الله نعاودوه دائما هكذا، وفرحه كبيره يعني ما تصورش كي تشوف لي سيبورتور اللي فرحانين هكذا.